العلماء قالوا في ترجمة بشرى الحافي شو سبب هدايته. بشرى الحافي كان أمير من أمراء البصرة، وكان له قصر يضرب به المثل في البزخ وليالي الأنس والسهر واللهو وما إلى ذلك، اللي يمرق من عند قصره بيسمع صوت الأغاني وصوت المغنيات والقيان والآلات وما إلى ذلك. واضح؟ ليلة من الليالي أثناء اللهو والقصف وما إلى ذلك طرق الباب، ظهر تفتح الباب فرأت رجلا رث الهيئة درويش هيك، نظرت قال أريد أن أسأل صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ طلعت فيه ضحكت وسكرت الباب بوشه، هدول لك شو ما سمعت بأمير البصرة فلان؟ واستضحكت عائدة إلى سيدها، ألا بشر مين خير؟ قالت واحد درويش باين عليه مجنون، دق الباب فتحت له، قال لي صاحب البيت حر ولا عبد؟ شوف يا اخوان وقت الرب عز وجل بيتجلى على العبد بالرحمة بيفتح نوافذ قلبه، بيفتح نوافذ قلبه. هالكلمة دخلت على قلبه مثل واحد نايم مستيقظ، نط رأسا فتح الباب قال منين راح هذا، واخذ يمشي طلع يمين وشمال وركض حتى شاف هالإنسان اللي وصفت له اياه. كما شو قال له انت دقيت الباب؟ قال له نعم. قال له شو حكيت؟ قال له ما في شيء، سمعت القصف وما الى ذلك. اي نعم. فحبيت اسال، قلت انه صاحب القصر حر ولا عبد؟ قالت لي لا هذا امير البصره. قمت قلت لحالي ايه اكيد اكيد العبد ما بيتصرف هيك. فهمت كبد؟ قال انا اشهدك امام الله انني عبد وسابقى عبدا وسالقى الله وانا عبد. اي نعم. وخلع كل هالمظهر من المظاهر، لذلك قيل عنه بشر الحافي لأنه ركض حافي يدور على هذا الإنسان. هذا المنطق بين لك أنا عم اشتغل شغلي، أنا مالي هيك، أنا عبد لمن؟ لله. إذا لازم أتصرف تصرف العبيد، لازم أتصرف تصرف العبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينطبق على بشر ينطبق على كل واحد منا. فأنت إذا تحررت من عبوديتك للأغيار دخلت في باب العبودية لله، والعكس إذا دخلت في باب العبودية لله تتحرر من العبودية للأغيار. نعم. في سورة قرآنية حكيناها مرارا موجودة بسورة طه وموجودة بالأعراف وموجودة بأكثر من سور، سحرت فرعون، ما كانوا عبيد لمين؟ لفرعون. وقت حبوا يرموا الحبال تبعهم شو قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرعون شو العلاقة بالسحر؟ مع ذلك زل اقتضاهم يقولوا بعزة. لما وجدوا دلائل نبوة سيدنا موسى وصدق سيدنا موسى ووجدوا براهين نبوته ولاح لهم ذلك وتأكد لهم ذلك، تحولوا ما بقول بدقائق بلحظات من عبيد لفرعون إلى عبيد لمين؟ لله عز وجل. وتنصروا عبيد لله ما تسألوا عن فرعون. نعم. شو قال؟ وقت فرعون غضب فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف التهديد. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لو قبل لحظات الكلام سمعوه كان دابوا من الخوف. مظبوط.
ما بعد ما آمنوا بالله عرفوا أنهم عبيد لله الإله الكبير للإله الواحد، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا ما يقوله هنا رب العالمين. يا جماعة لحتى ندخل في باب العبودية لله، بعود ما حدا بالكون بيقدر يستغلكم. لو أننا جميعا دخلنا في باب العبودية لله تقدر أمريكا تستغلنا؟ تقدر أمريكا وأمثالها وأمثال أمثالها وإسرائيل وكل ما في الكون يجوا يستعبدونا؟ من دخل في باب العبودية لله لا يملك أحد من أهل المكونات أن يستعبده. مظبوط ولا لا؟